بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث ورحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثي متواصل عن السير العطرة للأولياء والصالحين والعارفين بالله تعالى، واليوم بمشيئة الله تعالى سوف أتكلم عن مقدمة مختصرة عن أحد العارفين بالله تعالى في هذا الفيديو إن شاء الله، وهي عبارة عن مقدمة عن العارف بالله تعالى الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف عن من هو ابن حجر العسقلاني، ولماذا سمي بابن حجر، ولماذا سمي أيضا بالكناني والشافعي. الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني هو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني العسقلاني الأصل الشافعي المذهب المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. سمي الكناني نسبة إلى قبيلة كنانة العربية، وقد أثبت هذه النسب معظم المؤرخين الذين ترجموا له ولوالده، فمنهم شمس الدين السخاوي وتقي الدين المقريزي وبدر الدين الشوكاني وابن تغرى بردي، كما أثبتها أيضا ابن حجر نفسه في ترجمته لأبيه وعم أبيه. أما تسميته بالعسقلاني نسبة إلى عسقلان، وهي مدينة تقع بساحل الشام في فلسطين، ومنها يرجع أصل أجداده رضي الله عنه وأرضاه. وأما الشافعي نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه الإسلامي، وينسب إليه ابن حجر لأنه تفقه على هذا المذهب ودرسه وأفتى به وتولى القضاء للحكم بأحكامه. أما ألقابه وكنياته رضي الله عنه وأرضاه، كان يلقب رضي الله عنه وأرضاه بشهاب الدين ويكنى بأبا الفضل، وقد كناه بهذه الكنية والده تشبها له أو تشبيها له بقاضي مكة أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز العقيلي، كما كني أبو جعفر. أما شهرته فهو ابن حجر، وقد اختلفت المصادر في اعتبار ابن حجر لقبا أو اسما. قال الإمام السخاوي اختلف هل هو اسم أم لقب، فقيل هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل بل هو لوالد أحمد المشار إليه، وقد أشار ابن حجر إلى ذلك في جواب استدعاء منظوم بقوله من أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكنان المحتد، ولجد جد أبيه أحمد لقبه حجرا، وقيل بل اسم والد أحمد. وأجاب ابن العماد وابن طغربردي إلى أن ابن حجر نسبة إلى آل حجر، قوم تسكن الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس في تونس اليوم. وهذه مقدمة عن الإمام أحمد بن حجر العسقلاني. انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة، سوف نتعرف عن أبيه وعن أمه وعن جده، وأيضا سوف نتعرف عن مولده ونشأته، وأيضا في فيديوهات قادمة إن شاء الله سوف نتعرف عن شيوخه وتلاميذه
والوظائف التي شغلها، وسوف نتكلم أيضا عن أخلاقه وصفاته، وسوف نتكلم عن مذهبه الفقهي وعقيدته، وأيضا سوف نتعرف عن الآراء والمواقف حوله، وأيضا سوف نتعرف عن زوجاته وذريته، وأيضا عن كتب ومؤلفات عنه، وأيضا سوف نتعرف على المصادر التي ترجمت له. رضي الله تعالى عن الإمام أحمد بن حجر العسقلاني، وانتظرونا في الفتوحات القادمة إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب، قناة مع الأولياء والصالحين. هذا وبالله التوفيق، تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.